فاتح ماي يعني غدا تكون محطة تصاعدية، لأن لاحظنا الاتحاد المغربي والشغل لاحظ بأن كاين تلاعبات في الوعود، كاين الوعود كاذبة، يعني الحكومة وعدتنا أن غدا تلبي لنا الملف المطلبي قبل فاتح ماي، فإذا به مني زيروها النقابات الأكثر تمثيلية بما فيه الاتحاد المغربي للشغل، كنتفاجئوا بزيادة ديال 300 درهم اللي 100 درهم كل سنة ومحصورة بالنسبة للسلالين من 1 حتى 10. احنا غادا نديرو تصعيد نقابي، تصعيد في النضال باش نشوفوا الحد ديال هاد التلاعبات، لأن ما يمكنناش نسكنوا على هاد التلاعبات والمصلحة ديال الطبقة العاملة في الاتحاد المغربي للشغل. أنتم كما كتعرفوا الاتحاد المغربي للشغل نقابة ممثلة قوية مستقلة جماهيرية وعندها صدى عالمي. هاد النهار هذا نهار احتفال عمالي، ولكن بالنسبة لنا احتجاج، بالنسبه لنا احتجاج ديال جميع المتعاقدين والمتعاقدات ديال مصحات الضمان الاجتماعي، لاننا ناس كنخدموا كجميع العمال كجميع هذا وما كنتمتعوش بادنى الحقوق ديالنا، اللي هي مثلا ابسط الحقوق كالتغطيه الصحيه الاجتماعيه كالعطل المرضيه، جميع الحقوق اللي خص الواجبات ديالنا. هذه واجبات ماشي نورمالمون، هذه واجبات ما كنتمتعوش بها. الكونجي بحال كيتقطع لنا من الصالير ديالنا، ما كنتخلصوش فيه، دونك هادي واجبات. ودابا كاين اللي حنا خدامين، القليل فينا خدمت هادي 10 سنين باش خدامين، ما عندناش ادنى حقوق ادنى واجبات. كنحتفلوا رجال ونساء التعليم جميعا بهذا اليوم، وكنطالبوا بحقوق اجتماعيه منصفه للجميع، خصوصا الفئه الجديده اللي جات للتعليم اللي هي فئه المتعاقدين، او لا الاسم الجديد اللي عطوهم موظفي الاكاديميات. اذا كنطالبوا كاملين نكونوا ايد وحده وكلنا رجال ونساء التعليم، والهدف ديالنا اننا نرتقيوا بالمجتمع ديالنا الى اعلى المراتب، وما تبقاش هذه التفرقه لا في رجال التعليم لا في نساء التعليم. وبغينا وليداتنا كاملين وليدات الشعب يتلقاو نفس التعليم تحت اللواء ديال الاتحاد المغربي للشغل. المنظمة العتيدة ديال النقابة العتيدة الوحيدة الغير المنتمية لأي حزب، وعلاش نزلنا؟ بغينا نمثلوا الشركة ديالنا في هذا اليوم العالمي ونعبروا على المطالب ديالنا. نقدر نعطيك موجز من المطالب اللي كنطلبوا منها، هي احترام أهم شرط، نحترموا غير قانون الشغل. كنظن أنا ماشي شي حاجة اللي كثيرة والحاجة اللي منتهكة عندنا في هذه البلاد. سي فغي كاين عندنا واحد القانون لكن غير مطبق، كاين شركات اللي كتحترم منه اون بارتي، كاين دوطخ شركات اللي ما كيحترمو منه حتى شي بارتي. وخص الدوله نورمالمون قبل ما تحاسب مع اي حاجه انها اول حاجه انها غير تسهر على تطبيق قانون الشغل. فرع الخطوط الملكيه المغربيه اطلس ملتي سيرفيس، حنا من البيرو سنديكال اي ام اس بيس يعني البيرسونيل سول. حنايا اليوم فاتح ماي اللي هو عيد الشغل، كنحتفلوا بعدا بعيد الشغل وكنرجعوا العمال، كنحاولوا نرجعوا الكرامه ديال العمال. وحنايا هنايا اليوم باش نرجعوا الكرامه ديال العمال، وعندنا ملف مطلبي اللي راه محطوط، وكنطلبوا بالحوار الاجتماعي باش انه يرجع لنا ويتعطى لنا ان تيغان دونتونت. وهادشي اللي كاين. هبطنا اليوم شركه اطلس ملتي سيرفيس، كنحتفلوا بعيد الشغل عيد العمال بحال الناس، وكنطلبوا بالحقوق ديالنا. مهمش لاقصى درجه، وصافي وكنطلبوا بالحقوق ديالنا كعمال كطبقه الطبقه الشغيله، وصافي يكون المستوى ديال الصالير يكون شويه طالع. عرس نضالي اكثر من هو بحال اللي تتشوفوا افراح وداكشي، ولكن هو للمطالب بالمطالب ديال الطبقه العامله والمتقاعدين وجميع الفئات الكائنه في المغرب، ولتحقيق المطالب اللي الحكومه يعني رافضه باش تجاوب على هذه المطالب. وحنا يعني تناضلوا وباقيين تندافعوا باش يعني بزاف الحوايج خاصها، يعني من احنا بالنسبه لينا كمتقاعدات تندافعوا على المتقاعدين والمتقاعدات، يعني بزاف الحقوق ديالهم، والملف المطلبي تقدم والحكومه باقا ما جاوباتناش عليه. تحيه نضاليه للمراه المغربيه، الاخوات ديالي داك كيشاركوا في هذا الاحتفال باليوم العالمي للشغل، وكنتمناو ان الحقوق ديالنا
تكون ان شاء الله في مسموعه والدفاع عليها الى اخر رمق. تحيه نضاليه. اليوم نزلنا كنساء باش نعليو الصوت ديالنا وناديو في يوم استنكاري احتجاجي ليوم عيد العمال، لاننا ماشي يوم عيد العمال، عيد احتجاج سواء للتحرش داخل العمل او للعنف الاقتصادي في الترقي في العمل ديالها. وحنا تنطالبوا بتفعيل القانون على تجريم هذا العنف. اجور على الاجور، ما عندنا الصغير قليل والو، فهمتي؟ قليل بزاف بشويه، هادشي اش كنطلبوا؟ مال الشركه ديالنا بخير. الله يفين، تخرج كتخرج مع 5 ديال الصباح، كترجع مع 7 ديال العشيه، عندك الداري، عندك مسؤوليه، فهمتي؟ وكتخرجي والسايقين ما كادكش، فهمتي؟ اللي بوحدو ما عندهاش راجل كتكون شكل معذبه شويه. باش نهضروا على حقوقنا باش تحسن الوضعيه ديالنا. الحكومه اللي ما بغينا، الحكومه اللي ما بغينا، الحكومه اللي ما بغينا.